السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في فيديو جديد. إذا فيديو اليوم سنجيب من خلاله عن أسئلة التقويم. المدينة الزرقاء دائما مجال الحضارة المغربية. إذا سنقرأ النص ثم سنجيب عن الأسئلة الخاصة بهذا النص. تعرف شفشاون بالمدينة الزرقاء، ويعود هذا اللقب إلى لونها الأزرق الدال على السلام والتسامح، وسحرها لا يقتصر على لونها فحسب، بل تشتهر أيضا بهدوئها وبطيبة أهلها المعتزين بطبيعتهم الجبلية الأصيلة في معاملتهم مع غيرهم، وفي ملبسهم وأسلوب حياتهم البسيط في الجوهرة الزرقاء. إذا سنقوم بشكل هذه الجملة. ترى النساء يرتدين الزي الجبلية التقليدية، وهو عبارة عن قبعة واسعة مصنوعة من القش ومزينة بالألوان، وثوب أبيض مخطط بالأحمر يلف حول الخصر، وآخر ملون يوضع فوق الأكتاف. أما أزياء الرجال فهي مثيرة للنظر والإعجاب، فحيثما تنظر ترى الرجال يرتدون جلبابا صوفيا وقبعة مزينة أبدعتها أيادي صناع المدينة وقراها المجاورة. تحمل المدينة بين أزقتها الكثير من المفاجآت البصرية الجميلة، فغير بعيد عن نبع رأس الماء تجد أول ما أسس بشفشاون قصبة المدينة بصورها الحصين وحديقتها الممتعة المشيدة على النمط الأندلسي، وهي اليوم تعتبر مركزا ثقافيا وفنيا، يعرض منتجات الحرف التقليدية والحلي والخزف. إذا هذا هو النص. إذا الآن سنجيب عن الأسئلة الخاصة بالنص. إذا نبدأ بالسؤال الأول. ألون خانة المعنى المناسب للكلمة الملونة في كل جملة. إذا ترتدي النساء زيا جبليا، إذا زيا هل يعني جلبابا أو لباسا أو قبعة؟ إذا زيا يعني لباسا، إذا سنلون خانة لباسا. أهل شفشاون يعتزون بطبيعتهم الجبلية، يعتزون يعني يفتخرون، إذا سنلون خانة يفتخرون. أضع علامة في أمام اسم المدينة التي يتحدث عنها النص. شيشاوة شفشاون أسمارة، إذا بطبيعة الحال يتحدث النص عن مدينة شفشاون. أضع علامة في تحت الأماكن المتواجدة بمدينة شفشاون. إذا لم يذكر مسجد الحسن الثاني ولا قصبة الأودية، ذكر رأس الماء وذكر المعرض الفني. سؤال موالي، السؤال الرابع. أستخرج من النص ما أملأ به الجدول كما في المثال. الكلمة إذا الزي وصفها الجبلي، إذا المدينة وصفها الزرقاء، المدينة الزرقاء، المدينة الزرقاء. بالنسبة للكلمة الموالية النمط، النمط الأندلسي، الأندلسي. سؤال خامس. أستخرج من النص ثلاث عبارات تدل على جمال شفشاون. إذا سحرها لا يقتصر على لونها، إذا سحرها لا يقتصر على لونها. العبارة الموالية طبيعتهم الجبلية الأصيلة، طبيعتهم الجبلية الأصيلة. ثم العبارة الموالية إذا حديقتها الممتعة، إذا حديقتها الممتعة. سؤال سادس. أذكر سبب وصف شفشاون بالمدينة الزرقاء. لأن أبنيتها وشوارعها أو أزقتها كذلك باللون الأزرق، إذن لأن
أبنيتها إذن باللون الأزرق. إذن وكذلك أزقتها. السؤال السابع، أقترح عنوانا آخر مناسب للنص. إذا ممكن أن نقول مثلا الجوهرة الزرقاء، الجوهرة الزرقاء. أحدد رقم الفقرة التي أعجبتني في النص وأبرر اختياري. إذا عدنا إلى النص، يمكن يعني أن نختار مثلا الفقرة الأولى. إذا لماذا؟ لأن مثلا أعجبتني تسمية المدينة بهذا اللون، المدينة الزرقاء الذي يدل على السلام والتسامح. إذا مثلا يمكن أن نجيب الفقرة الأولى. إذا السبب الذي أعجبني فيها هو تسمية المدينة بالزرقاء، واللون الأزرق يدل على السلام والتسامح. نمر الآن إلى الظواهر اللغوية. إذن بعد ضبط الشكل أو النص عفوا بالشكل التام، سنضع علامة أمام كل جملة فعلية. إذن الجمل الفعلية التي تبتدئ بفعل: كثر الحديث عن مدينة شفشاون المغربية، جملة فعلية. متحف شفشاون جميل، لا. رأس الماء رائع، لا. القصبة قديمة، لا. تحمل المدينة بين أزقتها الكثير من المفاجآت، صحيح. السؤال الثالث، أقرأ جملتين وأحدد عناصرهما في الجدولين. اكتمل سحر المدينة. إذا الفعل اكتمل، الفاعل سحر. تحمس الجميع للفكرة، الفعل تحمس، الفاعل الجميع. السؤال الرابع، أحدد أقسام كلمات الجملة الآتية في الجوهرة الزرقاء. إذن الأسماء لدينا، أو نتمم: ترى النساء يرتدين الزي الجبلية التقليدية. إذن بالنسبة للأسماء عدنا الجوهرة، عدنا الزرقاء، عدنا النساء، عدنا الزي، عدنا كذلك الجبلي، وعدنا التقليدي. هادو كلهم أسماء في هاد الجملة. بالنسبة للأفعال عدنا ترى، وعدنا يرتدينا. وبالنسبة للحروف عدنا حرف واحد اللي هو في. أكمل ملأ الجدول. إذن الفعل سنحدد مضارعه هو أمره: شهد، يشهد، اشهد، يشهد، اشهد. حمل، يحمل، احمل. أرسم التاء في الكلمات الآتية: أزقة، تاء مربوطة متصلة، مدينة كذلك تاء مربوطة متصلة، رعاة، تاء مربوطة منفصلة، نظرة، تاء مربوطة منفصلة. إلى هنا ينتهي هذا الفيديو. موعدنا إن شاء الله يتجدد مع المجال الثاني، هو مجال الحياة الثقافية والفنية. يكون في الموعد، إلى اللقاء.